صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أعلن عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، واللي أظهرت انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي أتوبيسات المدارس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معنا على التليفون الأستاذ مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الخير على حضرتك، ويعني لو تقول لنا كده تم الكشف على كام سائق وتقريبا نسبة النتائج الإيجابية إيه للسائقين؟ صباح النور، وصباح النور على حضرتك وعلى كل أهلا بحضرتك. لدى المشاهدين. حقيقة الأمر زي ما حضرتك قلتي كده، تزامنا مع بداية العام الدراسي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيكثف حملات الكشف عن التعاطي بين السائقين سائقي حافلات المدرسية. فخلال الأسبوع الأول فقط تم الكشف على ما يقرب من 669 سائق حافلة مدرسية، وتم رصد انخفاض واضح في نسبة التعاطي بحيث وصلت 5%، بعد ما كانت هذه النسبة كانت 12% سنة 2017. احنا كده هذه الحملات بتتم بشكل مستمر ومع العام الدراسي بشكل مستمر، بحيث وصل دلوقتي اجمالي الخاضعين للكشف من فئة سائقي الحافلات المدرسية الى ما يقرب من 15,000 سائق حافلة مدرسية. طيب الجيد واللي خلى الحملات تقدر توصل للنجاح اللي احنا بنتكلم عنه ده هو الاستمراريه في التنفيذ، وكمان احنا بنتعاون من خلال مجموعه عمل بتضم كل الشركاء المعنيين بالموضوع. فصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي صحيح موجود معانا، وزاره الداخليه ممثله في الاداره العامه للمرور والاداره العامه لمكافحه المخدرات، معانا الامانه العامه للصحه النفسيه، معانا وزاره التربيه والتعليم. طب يعني انا يعني حضرتك استاذ مختار، كل تضافر كل هذه الجهات الحكوميه من اجل تطبيق القانون، اعتقد ان 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 ده كان سبب في الانخفاض. هل عندنا دراسات اجتماعيه بترصد تاثير هذا الامر على سائقي الحافلات، ولا الصندوق يعني احنا طبعا مركزين في الارقام والارقام جميله، ولكن هل رصدنا احنا كصندوق مكافحه الادمان تاثير الانخفاض ده على هؤلاء السائقين، تاثيره على طريقه سواقتهم، تاثيره على يعني حتى اطفالنا اللي بيبقوا موجودين معاهم؟ طيب حضرتك، السؤال اللي حضرتك بتقوله ده سؤال مهم جدا، ويدعونا للحديث عن نقطتين مهمين جدا. اولا هو الموضوع اللي احنا بنتكلم ده في اطار مواجهه جريمه او ظاهره اسمها القياده تحت تاثير المخدرات. صحيح. ليه بيتم مكافحه هذا الامر؟ بيتم مكافحته لان المخدرات يعني تتناقض تماما مع ما هو لازم للقياده، لانها بتخلي السائق مش في حاله تركيز، بيبقى ما عندوش قدره على تقدير المسافات، ولذلك هو اكثر عرضه من غيره وبشده لارتكاب الحوادث. ولذلك كل دول العالم بتواجه هذه المساله. دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين والثانيه اللي حضرتك قلت عليها اللي هي التاثير الاجتماعي لهذه المساله، احب بس اشير الى نقطتين مهمين جدا. ان الصندوق بيوفر اليه للمشاركه المجتمعيه في هذه الخطوه المهمه. فيمكن لأولياء الأمور تحديدا الاتصال هاتفيا برقم 16023، وفي هذه الحالة لو عنده حالة أي شك في السائق اللي بيسوق بابنه وحماية لأولادنا، هنا بننزل بالحملة على المدرسة كلها أو سائقي المدرسة كلها. حلو قوي. وبنتم التأكد والتحقق من هذا الأمر، ولذلك احنا نجاحنا مرهون بمشاركة المجتمع معانا في التنفيذ وفي المواجهه لهذه المساله. طيب معلش استاذ مختار، عشان الناس تشارك، مهم جدا، اتفضل يا فندم، عشان الناس تشارك لازم انا كولي امر اكون عندي تخيل ايه العلامات اللي المفروض اشوفها على سائق الحافله علشان اقدر اتصل على 16023 زي ما حضرتك بتقول واكون ايجابي وابلغ عن تعاطيل المخدرات. ممتاز. يعني ببساطه شديده، من اشهر العلامات اللي ممكن اشوفها في السائق تشككني في تعطيل المواد المخدره، بخلاف المظاهر الظاهريه زي احمرار العين، زي عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه، عندنا كمان انه يكون بيقود بطريقه متهوره زياده عن اللزوم، عنده عصبيه شديده في الحديث، عنده بطء شديد في الكلام، يعني
بيتكلم بديلي شويه كده يعني. مفهوم. كل الحاجات دي لقيتها في السائق اللي بيسوق بابني، وبادر، ومش هو حاجه وقائيه مش هتضر لو كانت مش موجوده. التحليل مش هيضر لو هو مش بيتعاطى يعني مخدرات. ايه؟ التحليل مش هيضر لو السائق اصلا مش بيتعاطى المخدرات. طبعا. المهم كمان عايزين نقول حاجه مهمه جدا حضرتك كنت يعني اشرت اليها، ان اهم من التطبيق، يعني اهم حاجه من القانون هو التطبيق. وكان الجاي في هذه الحملات هو ان في اجراءات رادعه تم اتخاذها ضد من ثبت تعاطيه لمواد مخدره. الاجراءات دي بتبقى حاجتين، اولا هو زي ما قلنا هو مرتكب لجريمه القياده تحت تاثير المخدرات، فلذلك بيتم احالته للنيابه العامه بهذه التهمه، وبيتم اتخاذ الاجراءات القضائيه ضده في هذا الشان. والحاجه الجيده كمان ان وزاره التربيه والتعليم بتقوم بعد تلقي النتائج التاكيديه اللي بتقطع بتعاطي هذا السائق بفصله تماما من انه يبقى سائق لمدرسه تنقل طلاب. يعني حضرتك مش بتوقفه في كمين، حضرتك بتروح له المدرسه وبتكشف على كل المدرسه. طب انا عندي هنا رقم، حضرتك قلت لي كشفنا على 600 وشويه سائق حافله. انا معلش برضو يعني احنا 100 مليون عندنا كم مدرسه، والكم مدرسه دي فيهم كم سواق؟ اعتقد ان عندنا اكتر، يعني 600 ده انا شايفه رقم متواضع، ما تزعلش مني ولا ايه؟ في الاسبوع الاول. في الاسبوع الاول لكن احنا بنتكلم في توتال اللي تم خضوعهم للكشف ما يقرب من 15000. 15000. ده امتى يا فندم؟ ده خلال الحملات اللي امتدت من سنه 2017. احنا بنبقى متزامنين دايما مع الدراسه علشان نكشف على الفئه دي تحديدا. والحمله دي بتنزل على المدرسه نفسها تقوم عامله هذا التحليل المفاجئ للكل. ده حقيقي، وبرده من الجانب برده الاشاره ان السنه دي احنا بنحاول نتوسع علشان تشمل الحملات مش بس سائقي الحفلات المدرسيه، لا احنا بنحاول نمدها لسائقي الطلاب المعاهد الخاصه والجامعات والجامعات الخاصه والحكوميه. بنحاول نمدها كمان للناس اللي هم السائقين ممكن يقلوا، طلاب المدارس الحكوميه برضو هنحاول نوسع نطاق الحمله لكي تشملهم يعني. طيب استاذ مختار، حضرتك اشرت للاجراءات اللي بتتم لو بعد التحليل اثبت انه السائق متعاطي للمخدرات. طيب ايه الاجراءات اللي بتتم لو هو اللي جه طواعيه يتقدم ويقول انه عايز يتعالج من الادمان؟ الله، كويس قوي السؤال ده، يعني بصراحه مهم جدا، لانه الهدف من الموضوع ان احنا نشجع الناس انها ما تخافش وانها تروح تتعالج ونحفظ ارواح طبعا الاطفال. ده رائع الكلام ده. نقول حاجتين مهمين في هذا الامر. اولا احنا صندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي بالاصل هو دوره هو توفير الخدمه العلاجيه لمرضى الادمان، ونحط كلمه مرضى تحتها خطين، الادمان بالمجان وفي سريه تامه وبحمايه كامله لحقوقهم ولبياناتهم. ده الاصل. وان اي شخص بشكل عام ايا كانت الفئه التي ينتمي اليها اذا تقدم طوعيه للعلاج بيحمي نفسه من اي مسؤوليات قانونيه قد تترتب عليه، لانه هنا يندرج في طائفه المريض وليس طائفه مرتكب جريمه. اما وان لكن المشكله بتظهر لما بيكون يعني وجوده في حاله تركيز مثلا اثناء القياده، هنا يتم معاقبته على انه بيعرض حياه الناس للخطر. مش على انه مريض. يضمن ازاي؟ معلش يعني حط نفسك مكان السواق، اتفضل. الحته الاخيره بس، فبالتالي وبناء على ذلك فرقم 16023 اللي انا اشرت اليه ده هو بالاساس هو لتلقي الخدمه العلاجيه، تلقي طلبات الخدمه العلاجيه وبتتوفر بالمجان، وبمجرد اللجوء لهذا الرقم التابع للدوله بيبقى الراجل بيبقى المريض الادمان حمى نفسه من اي مسؤوليه قانونيه بكافه اشكالها. يعني احب اذكر في هذا الامر على سبيل بس الاشاره ان الموضوع كبير، ان حملات الكشف عن العاملين بجهاز الاداري للدوله نفس القصه، اللجوء الى العلاج بتوعيه واختيارا من مريض الادمان عن طريق الاتصال بهذا الرقم اللي انا اشرت اليه برضه بيحميه من المسؤوليه الإدارية التي قد تترتب على طب معلش حط نفسك مكان سواق في أحد المدارس وهو سمع الكلام ده وقال لك يا عم أنا مش مصدق التلفزيون، أكد له يا أستاذ مختار، أنت تقول له إزاي إن هذا الأمر بسرية تامة وبالحفاظ على وظيفتك وإن البرنامج مجاني، البرنامج اللي حضرتك بتقدمه برنامج العلاج مش برنامج التلفزيون،
وان هذا الامر لن يضره ابدا ولن يتم الوشايه بيه في مصلحته، يعني طيب تخليه يصدق ازاي؟ احنا اولا كبدايه احنا بنحتفي بالمتعافين من الادمان ومتقدمين لطلب العلاج، وبنعتبر ان هو بطل من الابطال، وده بيضح واضح كله في كل انشطه الصندوق ازاي احنا بنتعامل مع مريض الادمان كانه بطل بينتقل من حاله الضياع اللي ممكن كان يوصل لها الى انه يخش معانا كعضو منضبط في المجتمع، وده ظاهر في كل انشطه الصندوق. ويعني ادعو الجميع الى متابعه صفحه الصندوق الموجوده على موقع التواصل الاجتماعي. او ومن واقع خبرتك يا استاذ مختار، بيعود لوظيفته بعد الشفاء؟ طبعا هم مجرد لجوءه للعلاج هو ما بيخرجش من وظيفته اساسا. هو بيتم معالجته اثناء الموضوع، لان العمليه العلاجيه مش بالتعقيدات اللي احنا ممكن نكون متصورينها. لا، عمليه العلاج في الاصل محتاجه اراده بس من المريض، وبيبقى بعد كده انه ما يرجعش تاني لهذه المشكله تاني يعني. فالموضوع مش بالتعقيد ده ان شاء الله. المهم زي ما بقول لحضرتك ان مش بس كمان المواضيع اللي انا بقول الناس تدعوهم للنظر لانشطه الصندوق، لا انا هقول حاجه كمان، ان القانون في حد ذاته ناصص بشكل صريح على الكلام اللي انا بقوله ده. قانون مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها بيتكلم على ريب بيانات المرضى، بيتكلم على الاعفاءات القانونيه للمتقدمين طوعا لتلقي الخدمه العلاجيه، ولذلك الامر محمي مش بس وفقا لما هو ظاهر، لا كمان بما هو ثابت قانونا ومقرر كحق لمريض الادمان. طيب داخل المؤسسات الحكوميه هل الصندوق ليه دور في مساله الدمج المجتمعي للمتعافين من الادمان بعد العوده لممارسه حياتهم الطبيعيه؟ لان دي نقطه مهمه برضه. ممتاز. طبعا هو حضرتك، انا سعيد جدا بنقط اللي حضراتكم بتثيروها، ولكنها رغم ان هي تحتاج كلام كتير فانا هحاول اختصر على قد ما اقدر. ببساطه شديده، الصندوق لما بيجي يقدم الخدمه العلاجيه لمريض الادمان بيقدمها بشكل متكامل، بدايه من انه بيعمل حاجه اسمها عمليه سحب السموم او سحب المخدر من الجسم، ثم عمليه التاهيل النفسي، ثم عمليه التاهيل الاجتماعي، ثم نيجي بقى نتكلم على النقطه حضرتك الدمج المجتمعي المتعافي. مش مجرد ان انا بعالج المريض الادمان واسيبه تاني يبقى موجود تاني في اوساط اللي كانت تساعده ممكن تخليه ينتكس او يرجع تاني للتعاطي، لا انا بحاول بشتى الطرق وباكثر من برنامج ان انا ادمجه تاني جوه المجتمع. اذكر من هذه البرامج على سبيل المثال للحصر ان في مبادره اسمها مبادره بدايه جديده بيقوم بها الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر، يتم خلالها توفير قروض للمتعافين لمشروعاتهم الصغيره ومتناهيه الصغر. نذكر من ذلك مبادره الصندوق لتدريب المتعافين على مهن يحتاجها السوق. يعني اكثر من مبادره بنقوم بها في الهدف في النهايه ان مش بس يتم توفير العلاج للمتعافي، وانما ايضا دمجه مجتمعيا ومنعه من الانتكاسه مره ثانيه او عودته ثاني لتعاطي المخدرات. طيب استاذ مختار، عايز اروح مع حضرتك لمساله الوقايه، واحنا دايما بنقول ان الوقايه خير من العلاج. احنا بنعمل ايه سواء في المدارس او خارج المدارس؟ وفي المدارس برضو نقطه مهمه، لانه للاسف بقى في ادمان في سن مبكر وفي سن المدارس، بنعمل ايه للتوعيه ضد الادمان داخل المدارس؟ تمام، ممتاز جدا. ده يعني خليني اقول بشكل بسيط ان صندوق مكافحه علاج الادمان هو مموط بمساله اسمها خفض الطلب على المخدرات، وليها شقين او ثلاثه اشهرهم هو الوقايه اللي حضرتك بتتكلم عنها، والعلاج اللي احنا كنا عمالين نتكلم عنه في الجزء اللي فات، والكشف المبكر اللي احنا برضو بنتكلم عنه. الوقايه هي مساله مهمه جدا، ويعني والابحاث بتاكد على ان ما يتم بذل من جهود في الوقائيه بتجنب بكل تاكيد على مستوى العلاج، ده شيء ثابت بشكل علمي وقوي. الصندوق بيقوم بتنفيذ العمليات عمليه البرامج الوقائيه بشكل مستمر في جميع الاوساط، المدارس ومراكز الشباب والاطر المحيطه بالنشئ والشباب على وجه الخصوص، لان هم يعني نقدر نقول ان هم يعني الكنز الحقيقي للمجتمع، واللي احنا بنحاول دايما ان احنا نحافظ عليهم. نكون قريبين منهم ونتكلم يعني بلغتهم علشان نقدر يعني نوفر لهم الوقايه. الحته اللي حضرتك بتتكلم دي مهمه جدا، ومهم جدا كمان ان احنا اشير برضو، لان بس طبعا الوقت يمكن لا يسمح بالحديث عن الموضوع بكل تفاصيله، ولكن اشير الى
برنامج اللي قام به الصندوق في المناطق المطوره بديله العشوائيات، واللي كان بيعتمد بالاصل على تطبيق البرامج الوقائيه على ابناء المنطقه نفسها، باعتبار ان هم اللي بيقوموا بنقل رسائل الوقايه وتشجيع مرضى الادمان لتلقي العلاج بيكونوا من ابناء المنطقه، بيتم تدريبهم وبيتم الاشراف عليهم. بس اللي بينقل دايما الرسائل الوقائيه عندنا في الصندوق بيكون النظير او القرين زي ما احنا بنقول عليه بشكل علمي يعني. فنيجي لما نيجي نخش مناطق المطوره نخلي ابناء المنطقه، نيجي نسلم الشباب بنخلي الشباب نفسهم. واقدر اقول ان النهارده احنا وصل شبكه متطوعي الصندوق من الشباب اللي بيشاركوا في تنفيذ البرامج الوقائيه الى ما يزيد عن 35,000 متطوع ما شاء الله في كل محافظات الجمهوريه، عشان اقدر اوصل لاكبر قطاع من الفئات المستهدفه. أيوة. واحدثهم بلغتهم اللي هم يقدروا يوصلوا لهم مش يجي لهم من بره. 35,000 متطوع و16023 هو رقم صندوق مكافحه الادمان. في سريه تامه سيتم معالجتك لو انت ذهبت بارادتك الحره وقلت يا جماعه انا عندي المشكله الفلانيه، ويضمن لك هذا الصندوق ان تعود سالما غانما بدون اي مشاكل او تكاليف. ونشكرك استاذ مختار رمضان مدير عام القضايا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان على هذه المداخله المهمه جدا. شكرا جزيلا.